جديد المكتفي شيء. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نشوف تي في بغيت نهضر لكم على واحد الموضوع اللي هو السحر والشعوذة. كيف ما كتعرفوا السحر والشعوذة شي حاجة اللي معروفة من شحال هادي، ماشي الله الناس بداو كيتداولوها، وشفتوا الناس كيبداو يفكروا بزاف على السحر والشعوذة ملي كيقرب عاشوراء. عاشوراء اللي هو واحد الذكرى اللي خاصها نتقربوا من الله، وشي حاجة اللي خاصها تكون مزيانة، انه كل واحد كيتسناها باش يصوم، باش يعبد الله، باش يمحي الذنوب ديالو. على خاطر بزاف ديال الناس كيتسناو عاشوراء باش يديروا السحر، باش يحققوا داكشي اللي ما قدرينش يحققوه بالمجهود الشخصي ديالهم، باش انهم يخدموا يوصلوا شي حاجة. هما كيمشيو كوم كوا غادي يمشيو داك النهار غادي يديروا بزاف ديال لي تخيك اللي كيديرهم هما اللي معروفين في هاد الدومين، باش انهم يحققوا مجموعة من الحوايج اللي ما غاديش يحققوها وما كيخدموا عليهم. دا كيف ما كتعرفوا بزاف ديال الافكار الخاطئة اللي كاينين عند الناس، بحال انهم يهزوا السحور كيقطعوا على البنات شعرهم باش يطوال. هادو مجموعة من التخربيق اللي كاين في عقل عباد الله. قطع شعري باش يطوال ليا في عاشوراء، طلع ليا فاش غتقطع شعرك ماشي غداك النهار. تحر وحده باغا تسحر راجلها باش تحقق انه يبغيها، سيري ديري ليه شي حاجه وخليه هو يبغيك. كتمشي كتعطي لواحد السيد، كتمشي عند السيد باش يسحر ليها الراجله، كتخسر عليه 3000 درهم 4000 درهم 5000 درهم. غتمشي هذيك 4000 درهم ولا 5000 درهم غتعطيها الراجله، غتشري ليه كادو، غتقرب ليه، غدير شحال من حاجه باش انها غتوصل داكشي اللي بغات. كتمشي تعطي 4000 درهم 5000 درهم باش تقلب على خدمه، غير تمشي تقراي 4000 درهم غتعمر بها دماغك، كتمشي تقلبي على خدمه. دونك ماشي كلشي كيتحل بالسحر، ماشي كلشي كيتحل بالشعوذه. ولو كان كلشي كيتحل بهذا الشيء، لو كان الدنيا كلها غادي تخربق. لو كان اي واحد فينا داك الشيء اللي بغى غادي يوصل ليه بالشعوذه. لو كان حتى شي حد فينا، ما مثلا عندنا واحد البوست، هذا بغى يمشي يدير الشعوذه باش يوصل ليه، الاخر غيدير الشعوذه باش يوصل ليه. لو كان هذه الشعوذه غتحقق لكم بجوج، راه حتى شي حد ما غادي يوصل. دونك هذا الشيء راه الا جيتي غير تفكر شويه بالمنطق وتفكر فيه بالعقل البشري عطاك الله سبحانه وتعالى، تلقى بلي السحر غير تخربق. هو السحر كاين، راه ربي ذكره في القران، كاين السحر وكاين الجن وكاين داكشي، ولكن ماشي باش نسخروا حنا العباده ديالنا وداكشي اللي بغينا حنا باش نضحكوا على عباد الله. راه حشومه هادشي، حشومه انه حنا كاينين في 2020 والناس طورات والناس ما عرفش شنو وصلات، وحنا باقي كنسحروا لبعضياتنا، وحنا باقي كندمروا في حياة بعضياتنا. اشنو غادي تحقق الا دمرت حياة شابه باقي يلا تفتحت في عمرها، يلا عندها 20 عام 19 عام؟ شنو غادي تربح الا دمرتي حياه واحد صغير؟ غنعطيكم مثال بسيط، واحد القصه اللي هي قصه شتها، قصه شخصيه انا عشتها. كان واحد السيد بغى ياخذ طلب البنت تاع واحد الفتاه، مشاو عندهم الدار باش يطلبوا اليد ديالهم. البنت ما رفضات، ما بغاش داك الشاب، دونك من حقها هذاك غتكمل مع حياته كامله، من حقها غتقول لا. الوغ هما لا، شنو داروا؟ دخلوا للحمام ديال السيده اللي هما كانوا اصلا عندهم في الدار، دخلوا للحمام خداو المشطه الشعر ديالها، خداو الشعر ديالها باش يديو يسحروا به. المشكل اللي كان هو انه الشعر ما كانش ديال البنت الكبيره، كان ديال البنت صغيره في عمرها 13 عام. فتخيلوا معايا بنت عندها 13 عام غيتسحر ليها، عمرها ضاع، قريتها مابقاش كتقراها، يوم فوق كتمشي للمدرسه كتبقى تضرب مع الدراري، كتضربهم 13 عام. سيدي يلاه طلعت الليسي، سيدي يلاه باش غتبدل. هي اصلا عندها مشكل انه من الابتدائي الليسي اصلا خاصها تاقلم، اصلا عندها مشكل، اصلا حياتها خاصها تقاده، وخاصها مجموعه من لي كونديسيون اللي يكونوا فافورابل باش انها تكون مزيانه. فما بالو كنزيدوا عليها السحر، ضيعنا عمر واحد الشابه اللي عندها 20 عام باش تزوج، بقات تابعه اختها وكتلوم فراسها ان هي السبب، والعمر تاع بنت صغيره اللي مسكينه ما دارت حتى شي حاجه، ما ليها لا حول ولا قوه لها، ونضيعوا عمر عائله ويزيدوا خسروا في الفلوس على بنتهم اللي اصلا ما عارفينش حتى بنتهم شنو. دونك كيبان لي بان هادشي غير تخربيق. رايي الشخصي اللي بغى شي حاجه غيخدم عليها. الناس اللي واصلين موصلوش بالسحر، موصلوش بالشعوذه. كتمشي عند واحد في بيت موسخ ما تقدر تسيبورتي حتى الريحه اللي كاينه عنده في داك البيت، غير تخربيق اللي عنده. ما قدرش هو لو كان غيدير، لو كان غادي يعطيك شي حاجه، لو كان عطاها لراسو، كيقول لك لو كان خو خداوي يكون دوا راسو. لو كان هو غيدير شي حاجه، لو كان خرج من ديك الخربه اللي واش
غير من العقل ديالكم انه انا عندي زباله ديال الفلوس ونقدر نخلي هذا يعيش سعيد وهذا يعيش سعيد وهذا يعيش سعيد وغنسكن في خربه بيت قبر ونعمر تما بالوسخ وندوز حياتي كامله بحال هكاك باش انا يسعد الناس الاخرين. راه واخا تكون ما عرفتش شكون واخا تكون انت راه كتحب الناس اكثر من ما يمكنش العقل البشري إن الانسان ديما كيحل كيميل لما هو فيه منفعه ليه بالدرجه الاولى عاده باش الناس. دونك غير الا خدمتوا عقلكم ما كنظنش انه انسان غادي يخلي مصلحته ويخلي انه قادر يدير شي حاجه باش يمشي يديرها الناس الاخرين ويخلي راسو. دونك تجربتي الشخصيه كيبقاو فينا جميع الناس اللي كيتعرضوا للسحر وكيبقاو فيا اكثر الناس اللي كيامنوا بان السحر غيوصلوا لشي حاجه حيتاش فريمون وصلوا لاقصى درجات اسفل سافلين اقصى درجات الانحطاط والذل والتخربيق رسالة ديالك للشابات اللي كيجيو السحر يعني باش يقدروا الاغراض ديالهم او شي حاجه اخرى. رسالتي لاي شابه كتلجئ للسحر باش انها تخلي راجل يتزوج بها باش انها دير ما عمرها غتكون فرحانه معاه حيت ديما غتشوف في عينيه ديك تاع انه ما كيعطيهاش شي حاجه اللي من الداخل ديالو شي حاجه اللي كتخرج من لو فون كتوصل لو فون شي حاجه كتخرج من القلب كتوصل للقلب. اما انت كتشوفيه راه بحال شي لعبه بحال شي كراكيز ما كتبقيش تشوفيه كشخص كراجل كانسان قائم بذاته كتحس براسك انت اللي كتحكم فيه ضحك معاك كيفاش انت اللي خليتيه يضحك معاك دونك فكر غير بعقلك غتمشي انت شي حد اللي بغاك اللي بغاك كيف ما انت ماشي غتمشي شي حد تسحري ليه باش انه اللي كيبغيك. شكرا.